ابو علي يكون في تناقض بحيث عشان الوقت الله يسعدك علمنا المقادير عرفنا على المقادير لك. قبل تعرفنا على المقادير بنسمع علي وش عنده سم تقول لي البهارات هذه صرة غني عن التعريف لكن صرة حطت الله عمرك عرض اللي يطلب من تطبيق صرة عبر أبل ستور أو موقع إلكتروني يكتب صرة متجر صرة ويدخل على طول على المتجر تطلب قيمة 150 وفوق أو تطلب من الباقات اكتب كود W3 يجيك التوصيل مجاني لجميع مناطق المملكة يا سلام هذا كودك أنت؟ إيه الله الله ما شاء الله البهارات تبعك إيه؟ أنت المجر أنا اللي ما شاء الله الله يبارك بحصوتي وأنا حاجم بحصوتي الله يوفك يبارك أول مرة أنا بعرف ضبطنا في بوكس أول مرة بعرف الكلام هذا منك يسعدك ربي الله يبارك لا عروضهم طيبة عروضهم طيبة وبهاراتهم طيب مشهود علي بما أن البوكس هذا ما شاء الله تبارك الرحمن لطيف وجميل وشوفه مع أنك هات مع الأطباق يعني يعطي طعم ممتاز كم أسعار هالبوكس ده؟ تراها أسعارها جدا رمزية يعني تأخذ شيء 230 يجيك يمكن 14 منتج داخل البوكس مع التوصيل وتقدر تقضى تأخذ بالحبات قيمة 150 ريال وفوق دق الكود W3 يجيك توصلها مجاني يعطيك الف عافية تقدر تقضى يعني طبعا في الاول والاخير صره معنا راعي في المقادير في فقره مقادير دائما هو مستمر صره علومه وسمحت طيب. لك بالتسويق عشانها راعي معنا عشانك علي شكرا لك علي الله عشانك نجم وممتاز الله ينجم حياتك مشاهداتك ضاربه الله يضرب حياتك العافيه طيب شيفنا حياك الله حياك الله يا عثمان السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مرحبا كيف حالكم قلنا ما نبغى نضيع